تدهورت صحة المواطن في لبنان بما فيه الكفاية مع كورونا وشح الأدوية وفرق العملة، وآخر الأزمات أزمة الكواشف والفحوصات المختبرية التي زادت الطين بلة. مشاكل عديدة تواجه المختبرات التي يمر من بابها 70% من التشخيص الطبي، فبسبب عدم استمرارية الدعم من المصرف المركزي بدأت هذه الكواشف تشح، بحيث أصبحت محللة للحالات الحرجة فقط، وبالتالي ارتفعت أسعارها. يعني اليوم إذا رحت تعمل فحص عند المختبر بيصير يصلي إنه ما يكون عندك فحوصات كتير حتى ما يوقع هو بخسارة. في بعض المختبرات قررت ترفع أسعارها، قررت إنه تخبي الكواشف المتوفرة عندها بالمستشفيات يعني للمرضى تبع المستشفى، يعني اللي حالتهم كتير كريتيكال، حالتهم كتير صعبة، وتعتذر من الأشخاص اللي جايين من برات المستشفى يعملوا فحوصات روتينية. مشكلة إضافية عالقة بين الشركات الضامنة والمختبرات يدفع ثمنها المواطن. الضمان صار له 20 سنة مش مراجع أسعاره والمدفوعات تبعه للمختبرات. الجهات الضامنة في عندها هالشغلة إنه بتتأخر كتير بدفع المستحقات، وبعدين بيعملوا خصومات حسب المختبرات، يعني في كم مختبر بيطلبوا منهم يعملوا لهم خصومات توصل لحد 40 و47%، يعني مثل كأن صارت شركة التأمين عم بتشارك المخبري بأرباحه. مع ارتفاع هذه الأسعار قلت زيارة المواطنين للمختبرات وزمن التشيك اب الدوري، ولا كم سيتحمل المواطن بعد؟ طبعا ليس أمامه سوى أنه يعض على جرحه ويسكت.